Hello guys, welcome back to my channel. شلونكم؟ شو اخباركم؟ شلونكم ويا الهريصة بالدنيا؟ طبعا انا كل شوية متخبلة. I'm stressing but I'm acting like I'm not stressing. خايفة بنفس الوقت انه اقول لا 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 ما اقول داعي اخاف. Anyway, اليوم انا وعلي حابين نطبخ لكم فشي ما دام انا وعلي هسه راجعين من الشغل. باع الجمال باع الباع الالوان. احنا لحد هسه عادي العالم تروح للشغل، اللي عنده شغل يروح للشغل، اللي ما عنده شغل عادي ما عنده شغل وقاعد بالبيت. تحسون يعني المدينه شويه دا تموت، احنا هنا بهيوستن العالم ما دا تطلع هوايه، المطاعم عندنا كم مطاعم صحيح سدت، بس اكو عالم بعدها لحد هسه تروح للشغل، اني هسه رجعت للشغل، جيت من الشغل من الساعه 8:30 لحد تقريبا 5:30 وراها رحت تسوقت ورجعت للبيت، ودا انتظر علي يرجع من الشغل حتى نطبخ لكم، بس انا قاعده ودا انتظر علي قلت خلي اشوف لكم، لان يعني بصراحه دا اريد اشيل الباودر مالتي مال اظافر اللي صار كلش طويل والمنظر جدا قبيح، وما اريد اروح للصالون لان فشي يخوف قاعده قدام الشخص المقابل لفتره طويله، ما اعرف اذا هو مريض، اذا احد مريض مدايرنا، يعني بصراحه ما دا اطلع باي مكان، حتى من اروح كوفي شوبس واريد مثلا قهوه اخذ قهوه واطلع او تو جو واقعد بمكان مفتوح، مستحيل اقعد بمكان مغلق. فالمهم قلت خلي اشوف لكم شلون اني اشيل الجل، تقدرون تشيلون الجل بهاي الطريقه وتقدرون تشيلون الديب باودر اللي اني اسوي اللي هو باودر ويصير على شكل نيل بولش صبغ اظافر. طبعا اظافري اني سويتها قبل عيد ميلادي، يعني هسه كلش طولانه وقصيتهم لان واحد من عندهم انكسر وغيرت الشيب مالتهم، يعني بس بردتهم قصيتهم كليتهم بردتهم. هسه اريد اشيل الباودر، فقلت خلي اشوف لكم اني شلون اشيله. صراحه هاي اول مره استخدم هاي الفتشي اللي تشيلون من الاظافر، فقلت خلي اجربه وياكم واللي يصير يصير، يا رب اقدر اشيلهم واخلص قبل ما علي يجي من الشغل اللي انا قلت له راح نطبخ اليوم. اولا هو هذا الشيء اشتريته من ساليز، هو مكان يبيعون بيه اشياء مال اظافر صبغ شعر، كل شيء موجود بكل انحاء امريكا اسمه ساليز، يجون بيها اكثر من راس، يعني باعوا هذا يكون هيجي راس، اصور هذا اسرع واحد لان خشن كلش، فراح استخدم هذا، انا اشوفهم بالصالون يستخدمون الخشن راسا، فراح اسوي مثل ما يعاملوني انا بالصالون، اشوفهم دائما يستخدمون هذا الجهاز، so I'm gonna turn it on، يعني لازم اول شيء اشيل الطبقه الشفافه، فبهذا راح اشيل الطبقه الشفافه. حلو الوضع بصراحة، أنا ما أعرف، ما أدري أحس من تمشوه هيجي يأذي، بس من تمشوه هيجي ما يأذي، I don't know why. بصراحة عجبني السرعة، حسيت أسرع، يعني أني يمكن لو بمبرد عادي كان هسه طولت هواية أكثر. تقريبا اقول بعشر دقائق خلصت كل الاظافر، شلت كل الجلاس عنهم، which is بهوايه بهوايه اسرع من المبرد العادي. So I already like this thing. وعند اغسل ايدي حتى اوخر كل الباودر اللي هسه بردته من الاظفر، وهسه لازم احط اسيتون على اظافري. من المطبخ راح جبت هذا السويدان. هاي هيجي سويتها. والسرح اقسمها اقسام حتى الف اصابيعي بيها، باعوا قطعتهم هيجي. طبعا الاسيتون اللي استخدمه اني هذا 100% بيور اسيتون، كلش قوي يشيل الصبغ بسهوله كلش، فاحب استخدمهم لان اني ابد ما احب اطول بشيله اصبغ الاظافر العاديه الجل وكل شيء. هلو اي ام دوينغ ماي نيلز، ساعدني. هلو شلت هذا صغيروني يلفه. باعوا انا سويت هاي الايد، هاي الايد يعني علي اجى بوقتي. Actually no، خلي اشوفهم شلون يسووها هم بوحدهم، بلكت احد ما عنده احد يساعده. باي. روح اتحضر لان حتى نطبخ. اوه طب اغسل. It's possible ما احتاج علي. اوكي هسه صاروا كليتهم زينات. يب راح اقعد انتظر ما ادري ايش قد. That's it خلصتهم واخيرا guys. واو تقريبا دا ينشال. باعوا شلون صاروا هسه؟ هيجي صاروا تقريبا كوما من عندهم انشال وصار تقريبا يلزق. هسه نفس الراس.
جاي سولفوا لي انتو شو تسوون؟ شو تسوون بوقت الفراغ اللي هو 24 ساعة هسه حاليا وقت الفراغ؟ طبعا الوضع هسه جدا قبيح، بعد لازم احط اظافيري بطبقة ثانية من الاسيتون، بس انا ما بيه حل، فراح اروح اجيب طاسة واحط اصابعي، لان جبت طاسة راح احط شوية بيها اسيتون وراح احط اصابعي فد 5 دقائق. اتوقع راح كل الصبغ لين متى اشوف اي شيء. باعوا راح كله. هاي هسه اظافيري، طبعا هاي الصمغ والصبغ كليته يصير على الايد، فلازم اغسل ايدي هسه، بس باعوا راح كل الصبغ وراح. هسه طبعا لازم اقصقص اظافيري لان راح تتكسر، وانظف الكيوريكلز، واذا اريد اصبغهم اصبغهم، بس هذا كليته اسوي غير يوم. بس هاي الطريقه جايز اللي هسه شفتها، انه اسرع شيء توخرون الجل والباودر اللي مشلب على اصابعكم، ما تقدرون تروحون للصالون فسووها بالبيت، وهيك الطريقه تشيلون الاظفر. وطبعا اذا اظافركم تكون خفيفه وراح تتكسر، انصحكم يمكن تقصوها، وحاولوا تحطون صبغ اظافر عادي لحد ما تقدرون تروحون للصالونات. That's all what I can say and we're in this together. اوكي جايز، هسه اني بالمطبخ، علي بعده بالحمام. طبعا قصيت اظافيري، قصرتهم لان كلش كلش خفيفات صايرين وتعبانين، وحطيت عليهم مقوي، بس الحمد لله راح الصبغ. I'm not looking ratchet anymore. خلينا نبلش بالطبخ، وراح ابلش اسوي التاكوز. طبعا التاكوز اللي انا علي نسويها هي بطريقتنا، يعني بالطريقه اللي احنا نطبخها. يمكن اكو عالم تسوي تاكوز بطريقه تختلف، اكو عالم مثلا ما يطبخون البصل، بس انا احب اطبخ البصل واحطه ويا اللحم واسوي التاكوز ماتي بالطريقه اللي انا اريدها، you know. وراح استخدم اويل، طبعا الاويل اللي استخدمه هو افوكادو اويل، ترارارا. وراح احط البصل وبيسكلي انتظر البصل يصير كليته جليز، يعني يصير على جوزي، وراها احط الجراوند بيف. وطبعا هاي البراند احب مالتهم البيف لان اورجانيك وما بي كيميكلز وما بي بروبايوتكس ومن هاي الاشياء. طبعا هاي الاكله جايز تقدرون تسووها يمكن ب 20 مينتس، صدق 20 مينتس اكله. التاكوز يعني معروف اكله كلش سريعه. من ما يصير البصل راح افتح الميت، واو هذا اللحم يصير جراوند بيف. طبعا البصل تقريبا صار، راح اضيف الميت هسه عليه. نص الحرارة هسه، بس بدي احاول اكسر الميت حتى احط عليه بهارات. طبعا هو اللحم هسه قبل شوية ما صار لي هواي، هسه اللحم طبعا راح يبدي يذب مالته الدهن، فتشوفون الطاوة يصير بيها دهن اكثر. طلع لي شوية وحدة هالابينيو، طبعا نسيت احط هالابينيو، فهسه راح احط هالابينيو. طبعا اقصقص الهالابينيو، واصلا انا عندي حساسيه من الهالابينيو، لان من اشم ريحته ادمع وابدي اختنق وكحكح. مو حساسيه بس هو ريحته هيك. حلو؟ يا ذاتس واي ستي كول بيبر سبراي. اللي يسوي له بيبر سبراي هذا اللي مالي. هو بيه هالابينيو ها؟ هو بيه بيبرز يا. راح احطهم حتى ابلش احط البهارات. كيومن اللي هو كمون، وراح احط ملح، هيمالايان سولت، دي او بينك سولت انتو شو ما سموه. راح احط بلاك بيبر، راح احط شويه جارليك باودر، وراح احط شويه من الثايم او التايم ليفز، كلش قليل. That's it. هسه طبعا راح احطه على الميديوم، شويه اكثر من الميديوم، واخليه ينطبخ. طبعا هسه راح اقصقص البيبرز. طبعا انا جبتهم الوان لان هيك شكلهم احلى من يكونون الوان. تقدرون تاخذون بس شو اسمه البيبر؟ فلفل اخضر، تقدرون تسوون بس فلفل اخضر، بس انا عجبني اسوي الوان. فلفل زرق ورق. For real though.
طبعا عاني ال شو اسمه البيبر اقصه بالنص وانظف الجوة كله اشيله. ما تقبل الا اسوي بالشيف حاصل الليمون. والله انا عبالي راح تطبخ وياي بصراحه. جايز طبعا انا عبالي شلون راح يسوي اكل وياي، شو هو غلس وغير رايه على الاخير. راح تغير جابت لي عم اعصر له كيوت. شايف ايش يعني افوكادو؟ لا. Avocado. عند الوان. اي والله بس ام سو لايكينج والله كلش عاجبني اللون. ليش طالعه ايش الاورده مالتك؟ الاورده مالتي ما ادري، انا الاورده مالتي ترى دائما طالعه ما ادري. طالعه بالنوبه برو. اي ما ادري ليش. لانه رياضيه ما شاء الله. قول والله. والله. صدق؟ الله. Yeah, your blood flow means it's really good. هسه هاي الطماطة وهاي الفلفل، أنا أحب الطماطة والفلفل فوق ماتي التاكوز، فعلي روح أحطهم على الميز أو أشيك على اللحم أني. واو واو الريحة الخبل. I'm so ready، ميتة من الجوع. Let's go. يومي يومي. طبعا أنا أجيب هاي من HEB، طبعا تقدرون تلقوها بكم أماكن. أريد أحط شوية، طبعا ما راح أكل هواية، ميتة جوع. طبعا علي إيش ما أطبخ هيك راح يأكله. إيش نوع؟ Good. هل عرس؟ جبني impression. Guys انتو اذا تحبون شكل التاكو وتريدوها تبين مثل التاكو جيبوا مثل هذا الشيبس اللي مقوس وهاي that's it. هذا كل الفرق. ابا الجمال ابا الالوان. يومي. الجماعة حيخافون. من شنو؟ انت؟ ترى هاي ولا شيء علي هسه يعني دي ياكل على الخفيف لان يعني الدنيا صارت كلش متاخره. اي والله. فهاي عندنا اكلنا على الخفيف بصراحه اني هم حاولت ما اكل هوايه بس بنفس الوقت شبعت. That's it guys شفتوا مالتنا الاكل لليوم. اكلنا وشبعنا ومع السلامه. That's it guys شاركونا بوصفاتكم قولوا لنا شنو الاشياء الطيبه اللي تحبون تسووها بس اختاروا اشياء صحيه لحتى اني اجربها بصراحه لان عاجبني اجرب من طبخاتكم اريد اعرف انتم شنو تطبخون بس لازم تكون طبخه سهله سريعه وصحيه لان كلش عاجبني اجرب هيك اشياء وخاصه هسه اني محبوسين بالبيت تقريبا يعني وهذا يعني نقدر نخصه باكر نحطه بيض فور ريل ونحطه بيض طماطم صدق That's so good صحيح؟ اي والله والله ذكاء. و that's it guys خلاص الفيديو اذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسون تسوون thumbs up واللي بعده مشترك بالقناة لا تنسون الاشتراك بالقناة لتكبر كلش هواية and I'm so happy احبكم كلش هواية واشوفكم على المرة الجاية باي